ما نطيبوش في الاوراق الومنيوم، ما نطيبوش في القدر القدرات ولي كاسرول اون الومنيوم. الحاجه اللي يكون مكتوب فيها الومنيوم نتفاداوها وما نستعملوهاش للطبخ. راح تسبب لنا انتوكسيكاسيون او بلون، وتسبب لنا مشاكل سواء كان الاستياتوز ايباتيك في الكبد او تسبب لنا مشاكل حتى في الكلى. ما لازمش يفوت 8.5 ميلي غرام باغ كيلو اي باغ سومين. طبعا النسبة هذه راح تتراكم ومع الوقت راح تسبب لنا أمراض خطيرة ومزمنة للجسم ديالنا. تلقى ملون غذائي يقول لك ملون غذائي مش راح يضر صحة الإنسان، ولكن هذا الملون الغذائي هو عبارة عن ألومنيوم. الإفراط في تناول الأدوية المضادة للحموضة اللي قلنا لكم اللي فيها هيدروكسيد الألومنيوم، هذا راح تسبب لنا في ارتفاع في نسبة الألومنيوم في الدم، وراح تسبب لنا مضاعفات خاصة الجهاز الهضمي اللي هو الكبد. يحيط بنا الألومنيوم بصورة رهيبة دون أن ندري. نجده في أواني المطبخ بأنواعها، المعلبات، علب حليب الأطفال، ورق الألومنيوم وغيرها، كلها مصنوعة من هذا المعدن. هذه المادة الكيميائية المتواجدة على وجه الأرض من ثالث أنواع المواد المعدنية المتواجدة. هذه المادة التي تستعمل في كل، نقدر نقول احنا في كل المنتجات الاستهلاكية، تستعمل في تصنيع السيارات، تصنيع الطائرات، تصنيع المعدات المجهزة لتصنيع المصانع، أيضا متواجدة أيضا في الإلكترونيات، ومتواجدة بكثرة في الأواني المنزلية. هذه المادة المعروفة بتحملها لدرجات الحرارة الكبرى، يعني ما تتمدد ما تتقلص، يعني لما نتكلم هنا على درجات الدنيا ما نتكلمش على درجة الانصهار نتاعها اللي تتعدى 600 درجة مئوية، وزيد على ذلك خفة وزنها لأن الكثافة نتاعها أقل وأقل بكثير من معادن أخرى، ولكن ربما تشكل خطر إن أسيء استعمالها من طرف المستهلك. الملاحظ أن المستهلك الجزائري يقبل على هذه المنتوجات دون دراية منه بمخاطرها، ولإثبات ذلك قمنا بجولة سريعة داخل محل الأواني المنزلية وطلبنا من نوال اختيار بعض منها لمطبخها. وكغيرها من المستهلكين تركز نوال على الشكل، تناسق الألوان والوزن بطريقة عشوائية. نخير اول حاجه على حسب لاكاليتي وعلى حسب لو بري كيكون ابوردابل، وثاني على حسب لا ماتيير، سما يتبان لي هنا يبانوا لي ملاح عجبوني خيرتهم. ثاني على جال كخفاف، حاجه خفيفه يسمى، ماشي اللي تغب ناكلها ثقيله. دي فوا تعجبني الحاجه والله ما نبقاش ندقق ولا نشريها، سما باش نقعد نحوس على لا ماتيير باش مخدومه ولا من مخدومه افغي دير نو. لكن هل تدرك نوال مخاطر استعمال الأواني المصنوعة من الألومنيوم؟ ما على باليش ما هاد يسمى بون، يعني نسمع هكذا مي كي تعجبنا الحاجة كي تعرفي نشروها ديريكتومون سون ريفليشير. إيمان مديرة مخبر لمراقبة الجودة والنوعية، قصدناها لمعرفة أنواع الأواني المنزلية المتاحة في السوق والسؤال عن جودتها. مادة الألومنيوم هي مادة أساسية لصناعة الأواني المنزلية، يعني ما راناش رايحين نلقاو كامل الأواني المنزلية مصنوعة من مادة التيفلون، عندهم قابلية يشروها بزاف في الأسواق، يعني راح يكون لاباس تاعها ألومنيوم وتكون مغلفة بطبقة من التيفلون أو السيراميك، يعني الطبقة الأساسية هي ألومنيوم وتكون طبقة يعني رقيقة من التيفلون أو السيراميك، يعني بمجرد خدش هاد الأواني المنزلية راح يخلي الألومنيوم ينتقل من الأداة اللي رانا نستعملو فيها إلى الأكل. هنا يعني ناخدو حذرنا إذا استعملنا هاد الأواني المنزلية وتعرضت إلى الخدش، يعني من الأفضل أنه نتخلصو منها ونجيبو أواني جديدة.
واحسن احسن ماركه بالنسبه للاواني المنزليه اللي تقدر تكون هيلثي، يعني راح مش راح تضر صحتنا، هي الاواني المنزليه المصنوعه من الاينوكس او الحديث. والان رانا نشوفوا فيهم يكتبوا فيهم ستاينلس ستيل، وستاينلس ستيل ايضا في عده انواع، يعني راح نلقاو برومي شوا دوزيام شوا ثوازيام شوا الى غير ذلك، ولكن يبقى هو الاختيار الاحسن ما بين الاختيارات احسن من الالومنيوم لانه مش راح يضر صحتنا. وثاني حاجه لازم نقراو ايضا ليتيكتاج اللي يكون في الاواني المنزليه يكون خالي من حمض البي اف او اي، لانه هذا الحمض ايضا راح يضر صحتنا. والمعادن الاخرى مثل البلون والحديد الى غير ذلك. والاكيد الان ان استعمال الاواني المصنوعه من الالومنيوم غير امن. الحاجه اللي نخافوا منها بزاف هي انه في بعض الاشياء اللي نستعملوها في حياتنا اليوميه ونقدروا نعتبروها حاجه عاديه فيها كميه من الالومنيوم، طبعا النسبه هذه راح تتراكم ومع الوقت راح تسبب لنا امراض خطيره ومزمنه للجسم ديالنا. مشاهد الطبخ هذه تتكرر وبصفه يوميه في كل منزل. تتفاعل الأغذية الحمضية كالطماطم والليمون مع مادة الألومنيوم تتأكسد وتزيدها حرارة الطبخ تفاعلاً، فينفذ هذا المعدن إلى الأغذية ومنها إلى جسم الإنسان، وهنا تكمن الخطورة. الألومنيوم اون كونتاكت مع المواد الغذائية ولا الأكل اللي راح نطبخه خصوصا إذا كان حامضي أو فيه صوص وطماطم إلى غير ذلك، راح يسهل عملية انتقال الألومنيوم من الأواني المنزلية إلى الأكل، وبالتالي راح ندخلوا حنا للجسم تاعنا كمية معتبرة من الألومنيوم. وطبعا مع مرور الوقت راح يكون في عندنا نسبة عالية من نسبة الألومنيوم في الجسم. لي بوا دو كونسيرف اي سون في ان ألومنيوم، من الفوق لازم واحد يستهلك المصبرات كيما لي زوليف لي شامبينيون هذو في العلبات تاع الزجاج احسن من الالومنيوم. الالومنيوم الخطوره هو راه خطير جدا جدا، يلصق في الماكله الالومنيوم، يخرج من الاواني يسفيكس سوغ لي زاليمون، بعد البنادم اللي كونسوم وبعد يروح لي زو كونت سي طون غراند كونتيتي دون لي زو، سورتو واحد يخلي في القدره فيها الماكله في الالومنيوم. الوغ لا il va se fixer, il a le temps de se fixer et de faire des dégâts. عملية الطهي تكون في الأول المنزلية تكون فيها الألومنيوم نفس الشيء، هذا التفاعل مع المواد الحمضية خاصة أوراق الألومنيوم، تستعمل أوراق الألومنيوم تستعمل أيضا في حفظ الأطعمة أيضا في الثلاجة مثال، لكن سواء كان صفي الأطعمة الساخنة أو تكون باردة باش تحفظها المدة الزمنية إذا طالت راح تسبب فيها مشكلة، لأنه حتى منظمة الغذاء والدواء تقول بلي هناك زمن محدد لحفظ هذه أو تخزين الأطعمة داخل رقائق الألومنيوم عندها مدة زمنية، وإلا راح تتفاعل مع المكونات الأطعمة اللي تكون فيها راح تسبب لها مشاكل في جسم الإنسان. والسؤال المطروح، أليس الألومنيوم معدنا يحتاج إليه جسم الإنسان؟ يتلقى الإنسان معدن الألومنيوم من خلال تناوله للماء، الخضر والفواكه، للتوابل وغيرها من المصادر الطبيعية، وهذا ما يجعله في شبه حالة اكتفاء، خاصة إذا علمنا أن الجرعة المسموح بوجودها في جسم الإنسان تم تحديدها من قبل الأطباء بنسب يومية وأسبوعية. بالنسبة للألومنيوم هي مادة من المعادن اللي يحتاجها جسم الإنسان، اللي تحتاجها في النشاط وفي الحيوية وفي عدة عمليات من الأيض. هو مصادرها مصادر عديدة، لناخذها من الأطعمة ومن نظام غذائي لكل متوازن، سواء كان من التوابل أو من الخضر أو الفواكه حتى اللحوم اللي موجود فيها نسبة الألومنيوم. وجسم الإنسان يحتاج إلى معدل طبيعي ليحتاجه جسم الإنسان لقيام بوظائفه، اللي هو بالنسبة حتى للبالغين حوالي 0.2 ملي جرام في الكيلوغرام يوميا، وبالنسبه للاطفال 0.35 ملي جرام في الكيلوغرام يوميا يحتاجوا. والجسم تاع الانسان عنده لي سيل دالومنيوم اللي ما يضروهش، ما لازمش يفوت 8.5 ملي جرام باغ كيلو اي باغ سومان. اي معدل زائد على الحد تاعو راح تسبب لنا تاثيرات صحيه، تسبب لنا مضاعفات صحيه على جسم الانسان، خاصة بالنسبة للجهاز العصبي الدماغ أو الرئتين الكبد، حتى بالنسبة للعظام والدورة الدموية والرئتين أيضا.
بالنسبة للأراضي لأسبابها، هناك عدة أسبابها، لأنه أي فرط أو أي إفراط في نسبة من نسبة أي معادن كانت أو فيتامينات أو كانت بروتينات راح تسبب لنا أمراض وتسبب لنا يعني تأثيرات صحية على جسم الإنسان وتأثر حتى على الغدد الصماء. يمتص الجسم الألومنيوم لتقوم الكلى بتصفيتها، لكن في حالة وجود جرعة زائدة يحتفظ الجسم ببعض من تلك السموم لتنتقل إلى أجهزة أخرى وتحدث خللاً بوظائفها. كي يدخل في الجسم الإنسان في المأكل ولا من الأواني ولا يا اون بارتي لا غراند بارتي اللي ليميني بار لي زورين، هذاك الالومنيوم يخرج في البول تاع الانسان، مي لكن كيكون بصفه لا كونتيتي امبورطانت هذاك لي سيل دالومنيوم ما يخرجوش في البول، كي تكون كونتيتي كبيره يروح لي زو ويروح للجهاز العصبي لو سيستيم نيرفو سنترال، فوالا ويتسبب بيان سور لالزايمر et le Parkinson et certaines maladies dégénératives. مادة الألومنيوم تقدر موجودة في الأطعمة، في الأغذية كالخضر كالفواكه كاللحوم سواء كان الحمراء أو البيضاء، فيها نسبة الألومنيوم وخاصة طريقة الطهي اللي تكون يعتمد على رقائق الألومنيوم. الإنسان عندما يأكلها تفوت عن طريق الجهاز الهضمي، تفوت عن طريق المعدة، المعدة تبقى تهضم هذيك الأطعام اللي يكون فيه نسبة الألومنيوم، تفوت عند الكبد، الكبد أيضا راح يتأثر ثم تقوم بعملية الأيض، عملية الأيض الميتابوليزم والكاتابوليزم، ثم تقدر بتنقية يعني المواد سواء كانت الدسمة أو البروتينات الليبيد الزائد أو الشحوم الزائد من بينها الألومنيوم، ومن بعد تروح عند عن طريق الجهاز الهضمي حتى القولون، تسبب هذه التراكمات اللي راح تسبب لنا انتوكسيكاسيون او بلون وتسبب لنا مشاكل سواء كان الاستياتوز ايباتيك في الكبد او تسبب لنا مشاكل حتى في الكلى، تسبب لنا في مشاكل انسيفيزونس رينال، خلل في وظيفه او في الفلتراسيون جلوميريا تاع الكلى. هذه التراسبات الناجمه عن النظام الغذائي الانسان اللي يتناوله اثناء الاكل سواء كان من طهي الرقائق او الاواني المنزليه تكون فيها الألومنيوم او خاصه الاطعمه اللي يتناولوها، ويكون نظام غذائي ما يكونش متوازن ما يكونش صحي وغني بالألومنيوم راح تسبب لنا هذه المشاكل من الافراط تاعها، وراح تسبب لنا في زياده تاع نسبه الألومنيوم في الدم اللي قادر تلحق حتى 50 حتى 80 ملي جرام في كيلوغرام، وهذا راح تسبب له مشاكل صحيه. والنتيجة أمراض عديدة، فالآثار السامة الناتجة عن تراكم الألومنيوم في الجسم تصيب بشكل رئيسي الجهاز العصبي وأنسجة العظام. وأمام هذه المخاطر المحتملة يتساءل المستهلك عن معايير اختيار الأواني المنزلية وكيفية استعمالها بأمان. فيما يخص اختيار الآنية المنزلية لاستعمال المطبخ، يجب على المستهلكة الجزائرية والمستهلك الجزائري أن يختار نوعية الألومنيوم أو الآنية المستعملة، أن تكون من معدن غير قابل للتآكل وغير قابل للتفاعل، على سبيل المثال أن يكون مصنوع من مادة استانلس كما هو مظهر هنا في الآنية هذه، يعني من مادة استانلس. ربما راح يكون سعرها مرتفع نوعا ما، ولكن السعر مقارنة بالصحة نتاع الإنسان راه كيما نقولوا فارق كبير وراح تدوم أكثر، لأنه مادة آنية تكون مستعملة من مادة الألومنيوم لا تكاد تخلو، يعني يخلو المطبخ من قدور الألومنيوم يعني على هذه الشاكلة. احنا هنا نقولوا لربات البيوت عليه ان يراقبن يعني القدور نتاعهم، لازم تكون القدر نتاع الالومنيوم يكون صافي بهذه الدرجه وما لازمش تكون فيه النقاط السوداء. ربما يتساءل الكثير يقول لك هذيك النقاط السوداء هي عباره عن ماذا؟ هذيك النقاط السوداء هي عبارة عن تفاعل مادة الألومنيوم مع المواد المطبوخة، لأنه نعلم جيدا أن الألومنيوم ما يتفاعلش مع مواد أخرى إلا الأحماض يتفاعل معها بدرجة كبيرة. هذه النقاط السوداء عبارة عن أكسيد الألومنيوم، وهو عنصر معدني ثقيل جدا، مثله مثل الزرنيق، مثله مثل الرصاص، وهذا رولك راح يأثر على المدى الطويل من جراء تراكم هذه المادة في جسم الإنسان، لا قدر الله ستؤدي إلى الفشل الكلوي وأمراض أخرى لا تعد ولا تحصى. وعليه نحذر ربات البيوت من هذه الآنية، يجب تجديدها مباشرة،
لازم هذه الانيه لما تكون فيها نقاط سوداء تجدد، وما يخلوش يعني كما نقولوا حنا الاكل المطبوخ يبات ولا يوضعوها في الثلاجه مباشره باش تصبح انيه عوض انها للطهي تصبح انيه للحفظ. يعني يقوموا بالطهي فيها ويستخرجوا مباشرة، يخلوها تبرد حتى لساعة ويستخرجوا مباشرة الأكل ويوضعوه في آنية أخرى ما تكونش معدنية وخاصة من مادة الألمنيوم. ويعني هناك يعني مواد أخرى يعني خاصة يعني لما نشوفوا هنا آنية تاع الطبخ اللي تكون فيها طبقة من السيراميك، هذه يعني راه اللي كما نقولوا احنا جديدة، رانا نشوفوا هنا هذه الطبقة مطلية، ولكن بمجرد حدوث خدوش يعني يجب تغييرها. هذه المقلات لازم نستعمل فيها معالق من خشب، ما تستعمليش فيها أنية من حديد باش ما نقوموش بالخدش تاعها، لأنه لما نخدشوها راح تظهر الطبقة نتاع مادة الألمنيوم اللي رايلك رايحة تتفاعل مع المواد الاستهلاكية نتاعنا واللي رايلك رايحة تضر بدرجة أو بأخرى. هناك نوع آخر يعني من الأنية التي ربما تستعمل خاصة في تحضير السلطات، اللي هذه هنا، هذه رانا نشوفوها هنا رايلك، هنا رايلك نقية يعني مادة ألمنيوم صافي، ولكن استعمال السلطات فيها ونعمل جيدا أن استعمال مادة الخل أو حامض الليمون أو مواد أخرى اللي تحضر هكذا مباشرة فيها وتوضع في الثلاجة، هذه رانا راح نقولوا راه الألمنيوم رايلك راح يتفاعل، وخير دليل ما راليكش رايحة تحافظ على البريق تاعها هذا، وإن دل فإنما يدل على أنه راليك تفاعلت وراليك رايحة تضر، ممكن جدا أنها تسمم، وعليه يجب تفادي كل مواد حمضية مع مادة الألمنيوم. يعني كما نلاحظوا هنا عندنا مواد أخرى تعددت أشكالها وأنواعها وألوانها أيضا فيما يخص حافظ الحرارة اللي يسموه احنا الترموس. هذا ايضا هذا يحفظ البروده ويحفظ يعني الحراره سخانه. يعني هنا رانا نلاحظوا يعني الاستعمال نتاعها ممكن جدا انهم يستعملوا فيها مشروبات اللي تكون مشروبات حمضيه، هذا ايضا راوليك رايح يزيد من التفاعل تاع المواد هذه في السوائل. احنا رانا نقولوا هنا مش رانا نخلعوا في الناس، ولكن رانا نوعيوا في الناس لانه تراكم هذه المواد، تخيلي هذا راه شحال راح يستعملوا، نقولوا احنا نستعملوا لمده سنه، شحال من ملي جرام راوليك نتاع ماده الالومنيوم اللي تغلغل وسط السوائل اللي استعملها. وعليه ننصح دائما باستعمال مواد اللي ما تكونش حمضيه، ممكن جدا يوضع امور اخرى ليحافظ لها على درجة الحرارة ودرجة البرودة تاعها بشرط ألا تكون مواد حمضية. خطورة الألمنيوم لا تقتصر على مستلزمات الطهي والحفظ فحسب، فنحن نتناوله يوميا في شكل مضاف غذائي يختفي تحت مسمى آخر. المواد الغذائية بصفة عامة كيما باغ اكزومبل لي كونسيرفاتور، نعطيك مثال باغ اكزومبل الملونات الغذائية اللي نقدروا نلقاوها في لومبالاج وما يقدرش يعرف الانسان العادي انه هذا الومنيوم، تيلقى لو كود تاعو E173 173، هو ملون غذائي وراح يعتبره حاجة عادية لانه كي يلقى ملون غذائي يقول لك ملون غذائي مش راح يضر صحة الانسان، ولكن هذا الملون الغذائي هو عبارة عن الومنيوم. ليس هذا فقط، فالألمنيوم يتواجد كذلك في مواد التجميل. عنصر الألمنيوم يعني نقدروا نلقاوه في مواد تجميل، يعني ماشي فقط في الأواني المنزلية ولا في المواد الغذائية، يعني يقدر ينتقل عن طريق الجلد وراح يكون انتقاله سريع، خصوصا إذا كانت البشرة تاعنا مجروحة ولا كانوا لي بوغ تاعنا ديلاتي. في هذه الحالة راح يكون انتقال الألمنيوم من مواد التجميل كيما لي كريم ايدغاتون كريم سولير وحتى يعني مزيل العرق اللي رانا حاليا نشوفوا منظمة الصحة العالمية انه تفرض على بعض الشركات عدم استعمال لو سيل دالومنيوم يعني واستعمال مواد اخرى في هذا المنتج لانه راح يسبب لنا سرطان الثدي خصوصا للمرأة لانه الابط هو اقرب مكان لهذا النوع من السرطانات. سورتو ديودورون مكتوب انتي ترانسبيرون سا فيتير لي سيل دالومنيوم بزاف سي كونتر لا ترانسبيراسيون ضد العرق، ضد العرق هذوك لي سيل دالومنيوم كي يكونوا بصفة عشوائية يتسبوا اتوليكو لو كونسير دو سان. ويدخل هذا العنصر كذلك في الصناعة الصيدلانية على غرار تركيبات بعض الأدوية، كما تستعمل رقائق الألومنيوم في تغليف الأدوية وحفظها من المؤثرات الخارجية
لكنها بالمقابل قد تكون سبباً في نفاذ هذا العنصر إلى الجسم. بعض العقاقير ولا بعض الأدوية اللي تستعمل المضادة للحموضة المعدة، وأصلاً نلقاوه تاني متواجد في أغلفة الأدوية لي فيسيغ هذوك اللي يحطوا فيهم لي كومبريمي. دونك هنايا نحاولوا نستعملوا الأدوية ولا نتفادوا استعمال الأدوية هذا بطريقة عشوائية، يعني إذا ما كانش عندنا وصفة من عند الطبيب ما نستعملوش الدواء وحدنا، وتكون مدة الاستعمال الدواء يعني محددة. هذه حاجة. ثاني حاجة، الدواء اللي نشروه يكون مصنوع من البيكربونات دو صوديوم ولا هيدروكسيد دو زنك، وما فيش هيدروكسيد دو داليمينيوم. حتى بالنسبة للأدوية هناك نسبة تاع الألمنيوم، خاصة أدوية مضادة للحموضة اللي تكون فيها هيدروكسيد الألمنيوم، هذا خاصة إذا كان الشخص تناوله دون وصفة طبية وتناولوا ايضا عشوائيا، خاصه كثير من الناس عندهم مشاكل في المعده سواء حموضه او التهاب في المعده، يروح مباشره عند الصيدلي يشري هذا اللوميبرازول من عائله اللوميبرازول مضاد الحموضه، والافراط منه يشرب حبه في النهار لمده زمنيه طويله دون مراجعه الطبيب او دون عمل تحاليل طبيه باش يشوف مستوى وظائف الكبد، راح تسبب له مشاكل. التعرض المستمر لهذا المعدن عن طريق الفم والجلد يقودنا الى امراض خطيره، وقد ينتج عن استنشاقه في أوساط العمل ما يسمى بحساسية الألومنيوم، والتي غالباً ما يكشف عنها الطبيب بسؤال عن طبيعة العمل. الإنسان كي يبدأ يستنشق أول حاجة ها هو هذي يتعب، والجهاز التنفسي كي تشوف سيتو الناس اللي عندهم مرضي بروفيسيونال أطباء طب العمل يشكوا فيهم، يعملوا تحاليل توحهم هكذا، وكاينين اللي يعملوا مرة في العام تحاليل ميتين ترافاي يكتشفوهم، خاصة كل واحد طبيعة المهنة تاعو، خاصة لنجارة الألمنيوم، لأنه إنسان أثناء النجارة تطاير هذيك البقايا تاع الألمنيوم، أو خاصة يحتك بهذا يخدم بالألمنيوم، خاصة لأنه قد تكون انتوكسيكاسيون ألمنيوم سواء عن طريق اللمس أو الاستنشاق، خاصة أنه عندما يكون يعمل بها لمدة زمنية طويلة ما يحسش بأنه يستنشق هذاك الرقاء اثناء التقطيع واثناء التركيب، هذه الامور يستنشقها عن طريق الانف وهي تروح عن طريق مباشره عن طريق الجهاز الهضمي، ويقعد هذيك التراكمات والترسبات داخل خلايا جسم الهضم وخلايا خلايا الجهاز التنفسي، وتسبب لنا لا ميكوفيزيدوز لا ساركويدوز، هذه الامراض التنفسيه الخطيره اللي مع مرور الوقت الانسان ما يقدرش حتى يتنفس، يولي يعتمد على الجهاز التنفس الاصطناعي. هنا خطره واجب عليهم هذو اللي عندهم امراض مهنيه سواء قطاع عمومي او الخاص استشاره طبيب مرة في العام لعمل تحاليل طبية، وكان بعض الأدوية يقدر يتناولهم من أجل تفادي هذه الترسبات والتراكمات سواء داخل جسم الإنسان في الرئتين أو جهاز عصبي أو داخل الدورة الدموية، وتصير له تسمم في بمادة الألمنيوم في جسم الإنسان. الألمنيوم في كل مكان، في المنزل، في الخارج، في وجباتنا، الأغذية الصناعية، أماكن العمل ومواد التجميل. المواد المصبرة اللي راهم كاينين درك يصون الومنيوم سي دي ميتولوغ، لازم يفتحوهم يفرغوهم في علبة زجاجية باش يقدروا يكونسيرفيوهم في الفريجيدير، ضروري. نو غومير فوزي سا ديجا، وهو ليديال سي دوتيليزي لا طومات فريش، ليديال سي سان سي بيولوجيك سي بيو سي تو، يا با ميو كو دوتيليزي دي زاليمون فري. والله الناس تاع زمان كانوا عايشين بلا خطورة، كانوا يطيبوا في الأوان ناتشوغال بالطين، القدرة تاع الطين، الجفنة درك الجفنة تاع الحديد، الجفنة تاع الحطب، هذوم كلها، ويحركوا بالمغرفة تاع الحطب كذلك، ما كانوش يستعملوا الحديد ولا الألومنيوم. درك مزية يا لينوكس سي موان دونجورو، مي فينالمون كانوا عايشين بصفه صحيه. تناول بعض الادويه مثال مضادات الحموضه اللي فيها نسبه تاع هيدروكسيد الالمنيوم، هذا راح تسبب لنا خاصه لمده زمنيه طويله راح تسبب في مشاكل في ارتفاع نسبه الالمنيوم. ديما اي دواء يتناوله تحت اشراف طبي. عواقب التعرض لمستويات مرتفعه من هذا العنصر تظهر نتائجه على المدى البعيد. تجنبه يستدعي منا تغيير نمط غذائنا بالدرجه الاولى، اعتماد أسلوب حياة صحي، والابتعاد عن التطبيب الذاتي.